كشف الجاني محمد التيجاني. تيجاني. ليش؟ لأن المسألة اللي قاعدين عليها انتهت. علي تبعد عن الخلافة وأبي بكر صار خليفة. بمن؟ بعمر بن الخطاب وأبي عبيدة المجرح. لا إجماع ولا نص ولا دليل. وأكثر الصحابة اتفاجئوا وما حبوا يبايعوا وأجبروا على البيعة بالقوة. وحتى علي اللي تخبوا معاه في البيت خلهم امشوا لا تجروا على بنت رسول الله القتل والحرق، امشوا بايعوا، فبايعوا مكرهين. أكثر الصحابة أجبروا على البيعة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة هم الذين وقعت البيعة بينهم. أين باقي الصحابة؟ يقول أجبروا. أجبر 120 ألف أجبرهم من؟ ثلاثة. عمر لم تكن له قبيلة تدافع عنه، عمر من بني عدي من الأفخاذ الضعيفة في قريش. تيم منها أبو بكر وهم الأفخاذ الضعيفة كذلك في قريش. أين بنو هاشم؟ أين بنو أمية؟ أين بنو زهرة؟ أين بنو أسد؟ أين بنو مخزوم؟ أين الأنصار؟ ثلاثة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، يجبرون كل هؤلاء على البيع. ثم ماذا؟ ثم يسيرون سيرة حسنة ويجاهدون في سبيل الله ويقاتلون المرتدين ويفتحون البلاد ويفتحون بلاد فارس. ثم بعد ذلك يقول كلهم أجبروا على هذه البيعة. هذا لا شك أنه كذب.